هو كلاتنبرج مش هيعمل معجزات، لكن اللي انا شايفه في الكام ماتش اللي هو مسكهم ان هو في كل الحكام دلوقتي بقى بتعمل حساب ان اللي يعترض، اللعيب اللي يعترض بياخد كارت على طول. الجون اللي اول ما تشط عليه كوره يصدها يقوم واقع ويعمل عنده شد وايده اتجزعت والكلام ده كله بياخد انذار على طول. هي لازم يبقى في سيستم واحد بتمشي بيه، لكن لو هتفضل تخاف وتجامل دول لازم يتشالوا من القاموس. عمري ما تراجعت في عقوبه، انا بطلع العقوبه وبالعلاج المسؤول كان بيطلع العقوبه وتعلنها على طول. الحاجه الوحيده اللي حصل فيها نقاش كان مع مجلس الاداره، ومجلس الاداره اللي غير العقوبه، وان كان يعني كانت عمرو زكي، لما كان عمرو زكي مره قال لفظ ما تسمعش بس تشاف في احدى المباريات، فانا صممت ان يبقى في عقوبه عليه، فقالوا لي لا ما ينفع. قلت لهم لا، الفيديو موجود واحنا كاتبين في لوائح المسابقات ان بناخد بالفيديو، واصريت ان العقوبه، واديته عقوبه مباراتين وغرامه ماليه. فجي مجلس اداره اتحاد الكوره ساعتها خلى العقوبه مباراه واحده وزود العقوبه الماليه. دي الحاجه الوحيده اللي حصل فيها تغيير وتقبلتها لان كانت اول مره لكن المهم انه اخذ العقوبه. انا كنت مصر على العقوبه دي، لكن عمري ما رجعت ما عملت عقوبه وتراجعت فيها، ولا فرقت معايا بصراحه الانديه، ولا عمري ما كانت بتفرق معايا الموضوع ده خالص يعني، ولا التاجيلات يعني. عمري ما كنت بسمح بالضغوط ان انا اجل مباريات، وتعرضت لحاجات دي كتير يعني. الضغط عليا من انديه كتير، مش اهلي وزمالك، كل اغلب الانديه كانت مش ضغوط بقى، بيكلموني ورؤساء النادي يكلموني، لكن كنت بقعد اشرح لهم ان ده صعب وده ما ينفعش وده كذا، وكنت بصر على قرار يعني. واللي بيزعل ساعات بيزعل، لكن الناس كانت بتتفاهم يعني. وعلاقتي مع الجميع الحقيقه كانت كويسه يعني انا خرجت وبقالي مده، ولغايه دلوقتي لما بشوف اي حد علاقتي بالجميع كويسه يعني. رئاسه الاتحاد هتلاقيها بتقعد تلف ما بين اتنين تلاته، هم نفس القصه. احنا للاسف عندنا نفس في الرياضه في كل اغلب الاتحادات، الاسماء هي لو شفت اغلب الاتحادات هتلاقيهم الاسماء دي بقالها سنين سنين سنين، حتى لو يعني ما كانش رئيس كان عضو وبعدين بقى نائب دلوقتي بقى رئيس، هتلاقي الاتحادات كلها كده. كلاتنبرج الحاجه الوحيده بقول لك ان يعني للاسف ان مع احترامي لجنه الحكام او لجان اللي جت كانوا بيشتغلوا وبيحاولوا وبيعملوا كل حاجه، لكن برضو الضغوط كبيره يعني الضغوط من الانديه بتبقى كبيرة ومتعبة وبتعمل عليهم بريشر. ففي الآخر حتى لو ما بيجاملش، لكن الضغوط عليه بتعمل له مشاكل وبتخليه يتوتر وبتخليه يخش في صراعات وبيخش في مشاكل. بنشوف نتيجتها ان الحكام نفسهم أدائهم بيتهز. الحكام المصريين كانت برضو علشان بيخافوا او بيعملوا حساب للجمهور او بيعملوا حساب لانه هيطلعوا يتهاجموا، فيقول لك يا عم انا اخلص اي لمسة فاول اي بتاع احسب الصفاره وخلص. لا، احنا عندنا حكام ممتازين، الحكام المصريين فنيا ممتازين، في منهم بيروحوا افريقيا بيعملوا ماتشات سوبر اغلبهم، لكن عندنا في الدوري المصري الضغوط صعبه، ودي شغله اتحاد الكوره انه يدافع عن حكامه ويدافع عن لجانه ويدافع عن مسؤوليه ويواجه الانديه. احنا برضو انت زي ما بتقول الاحتواء، الاتحادات الكوره بتمشي بالاحتواء، بتحتوي الانديه ويكلم رئيس النادي ومعلش وعدي دي وعندي دي. ما ينفعش الاتحاد لازم يبقى اقوى من اي حد. الاتحاد هو اللي بيدير الكوره. كنت اختلفت مع لجنه الانضباط في حاجه اسمها توجيه اللوم وتوجيه الانذار. ما فيش الكوره الكلام ده. يعني ايه اوجه اللوم للعيب ولا اوجه اللوم لجهاز؟ غلط يتعاقب. ما شفناهاش بره حكايه توجيه اللوم، وفي فرق بين توجيه اللوم وتوجيه الانذار يعني الكلام ده ممكن يبقى في القانون المدني او القانون الجنائي او القانون، لكن في قانون الكوره واحد اخطا لازم يتعاقب. هي يعني والفيفا كده وكله كده، ما حدش بيوجه يعني. لازم العقوبات، في عقوبه، وانا اتمنى العقوبات تبقى صارمه وتتنفذ مش بس على الورق.